الإسراء والمعراج يا شيخ يقظة أو منام؟ الإسراء والمعراج يا شيخ يقظة أو منام؟ إيش؟ وهل يتعلق الإسراء والمعراج يا شيخ إسراء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. كان ذلك يقظة أو منام؟ كان ذلك يقظة أو منام؟ طيب هذه فهمناها. وهل يتعلق ذلك الروح، يعني هل هو بروحه أو بجسده؟ الإسراء والمعراج كان ببدنه يقظة لا منام، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولم يقل بروح عبده. ثم إن قريشا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم صباح ليلة الإسراء أنكروا ذلك، وقالوا كيف يمكن في مكة وتصل إلى بيت المقدس وترجع بليله؟ هذا لا يمكن، ولو كان مناما ما أنكروه، لأنهم يعرفون أن النائم يرى أشياء ما لا تحصل في اليقظة، وليست تنكر المنامات بل تعترف بها. وكذلك يقال في المعراج، فقد قال الله تعالى في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يعبر هذا التغيير إلا إذا كان في الروح والجسد. نعم.